محافظة الوادي الجديد أطول سلسلة من الطمور استعدادا لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتم تنفيذ السلسلة على شكل 4 دوائر متداخلة، بتبدأ من مجسم على هيئة شجرة، نخلة في نص الدوائر، وده على أرضية ملعب استاد الخارجة الرياضي. بنشرف الحقيقه بوجودنا النهارده في مدينه الخارجه بمحافظه الوادي الجديد، يمكن دخوله موسوعه جينيس كاطول سلسله طمور في العالم، وده الحقيقه شيء بنفتخر بيه جدا، وبيعتبر نوع من الدعايه والترويج للطمور المصريه على مستوى العالم كاول سلسله طمور واطول سلسله طمور في العالم مسجله باسم شركه مصريه. وطبعا بنهنئها وكل التوفيق والنجاح للمصنعين والمنتجين ومصدري الطمور المصريين، وموسم موفق ان شاء الله. وزاره التجاره والصناعه بتدعم يعني هذا الامر في اطار طبعا ان احنا بنعمل على تقديم كل خدمات الدعم الفني في مجال طبعا الصناعات الغذائيه كمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائيه، وطبعا المراكز الشقيقه في مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، وايضا باقي جهات وزاره التجاره والصناعه اللي بتدعم بشكل عام الصناعه في اي مكان وفي اي مجال. وطبعا بيهمنا في الاخر ان احنا نضاعف صادراتنا تنفيذا لتوجيهات فخامه السيد رئيس الجمهوريه، وطبعا احنا بنقدم كل الدعم الممكن للمنتجين والمصنعين والمصدرين في سبيل تحقيق هذا الهدف. هي عبارة عن فكرة اقترحها معالي السيد اللواء دكتور محافظ الوادي الجديد محمد زملوط، وقال فكرة جميلة للوادي الجديد وأهلها، لأن هي محافظة مصنعة ومنتجة وبتزرع التمور، فدي فكرة إن احنا نخش موسوعة. الموسوعة دي عبارة عن 100,000 تمرة بأطول خط تمر في العالم كله، عبارة عن مسافة 3.5 كيلو. موسوعة جينيس هتساعد جميع الشركات في الوادي الجديد للتصدير، وإن الناس كلها تعرف مين هي الوادي الجديد، لأن الوادي الجديد فيها 3 مليون دخلة منتجة لحوالي 200,000 طن، فده حاجة جميلة جدا. والأهل الوادي الجديد إن هم يبقوا موجودين، وبصراحة يعني الجهد كان مبذول من جميع الفئات الموجودة في محافظة الوادي الجديد وجميع الإدارات الحكومية. احنا دلوقتي موجودين في اكبر حدث تاريخي في محافظة الوادي الجديد مع اطول سلسلة طمور في المحافظة، واللي هي فعلا بتروج للسياحة وبتروج لكمان محصول الاستراتيجي الاول في محافظة الوادي الجديد، واللي هي بتصدر لمصر كلها خمس مساحة خمس الانتاج الخاص بالتمور في محافظة الوادي الجديد. يمكن اكتر حاجة هيفرح ليها المزارعين كمان صناع التمور في المحافظة، فبالتالي بيخلينا نحط ايدينا على يمكن اكتر نقطة كانت ناقصانا خلال الفترات اللي فاتت، وهي التسويق او الماركتنج للتمور. النهارده محافظة الوادي الجديد بتحتفل بسلسلة التمور، ان شاء الله هنخط موسوعة جينيس في التمور، وده ده ده, ده, ده المحصول الرئيسي لمحافظة الوادي الجديد الموضوع البلح، وعندنا احنا 200,000 طن بسم الله ما شاء الله على المحافظة، وعندنا 3 مليون نخلة بسم الله ما شاء الله، فده حدث عالمي، واحنا بيحط محافظة الوادي الجديد او يضع محافظة الوادي الجديد في المقدمة دايما في الصفوف الاولى من منتجي التمور على مستوى العالم.